الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. بدنا كان لك يكلدي قندي يشاندي يقردي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نانكي الركن الثالث لقابينو قن أركان المرتبة الثالثة لقابينو قن من مراتب الدين. معنى مراتب الدين قرن قنين خن سيخو قنين خن الإسلام والإيمان والإحسان. إسلام تلقى ابن يخن ركن ركن أنك ركن شاخ الإسلام شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيل. وأركان الإيمان ورنقين يخن كذا والتقين يخن الإيمان بالله واليوم والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. نهبني لينا مرتبة لقابني هون مرتبتك ورك مريت نكي مرتبة سيخار لي قابي نوغن وريا الإحسان. الإحسان لا ركونغن، والإحسان مرنقني معناها ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله سبحانه وتعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون. يعني إحسان ورنجن إحسان ضد الإساءة، وهو أن يبذل الإنسان المعروف ويكف الأذى فيبذل المعروف لعباد الله في ماله وجاهه وعلمه وبدنه. فقط إن وليك قابنين تلدوينا ما إن وليك قابنين نينت نقاب قنينت قيسنا ما لا لا رسنا تلدوينا معانا نقصف فهمنا ما رأنا لا كافية دين إحسان ورنا أكاد رشستونا إحسان ورنا أكاد فهميستونا لينر وقت الله سبحانه وتعالى يكون نمكوك إحسان بمعنى يعني أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني جاسع بطول شهر مخلصا خاشعا خادعا متذللا مريدا محبا معظما أخت شهره لله رب العالمين أخر شهر وريق أنت جالسك وعلى قرنك وعلى وكانك نعبادتك إخلاص در إتقان در تكسر إسري خارجين خارجين يا أخقري تمام سر أسران الله الله سبحانه وتعالى كدهم باق وهبي أكاد كنا أدلة ذكر نخر لهم من ضمن الأذكر يعني الأدلة من قبل شوي ذكرنا ولا يقول الله سبحانه وتعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه. يعني حاضرين ينتدي الله سبحانه وتعالى يكون موجودين. إحسانها ورنا معناها بين ضد إساءة طوغن إنسان إساءة إساءة مقول إساءة دي خير إساءة دي محسن دي لاهما أخلا فلا محسن جن. يعني وإحسانها ورينا كون يا جماعة إحسان مرتبة نرخ مرتبة عالي جن أعلى إيمان لدجن أعلى إسلام لدجن إنسهم نرخ وريخا جن نري سنعت فوق الواجب جن واجب سئسري آمن دو أسلم رو آمن دو دنبي ناس دمرة دنبي ندنبو كده محسنين ده أخطو درجتنا حلقة إيتو جرب رخر معناها شيء زي سأخر جن نشينيها وراني جرب دخون إتقان جرب دوك إحسان جرب دوك تقوى جرب دوك خشية جرب دوك صبر جرب دوك لله رب العالمين أخرو معناها جن وانين قريب ده أخرى شاخ أختوك إذا قابنا نديبهم نقاب كتاب ولد الإحسان ضد الإساءة وهو أن يبذل الإنسان المعروف ويكف الأذى فيبذل المعروف لعباد الله في ماله وجاهه وعلمه وبدنه. نيمالي در أخن صدق موفق
وانت زكاه فدانتا خير فدانتا كابانتا اخرشا جاه كمان كدو نجاهد شفع استرور تكيرور اسلاح رئيسيرو دام منقول دام تنفع روف على خير اسيرو جمع رو تكسيرو وجهرو علم كذا كذا علم تشرح روهر قليس روهر حبر دور تكسيرور دوي روهر نشر دور كابي روهر نين ناوك نين في خود كذا حيلت كما عاكن كابيرو مخردو حنفل دو قخديرو قوك تكسيرو كام بكل درو وارد كابيرو انسان يعني قنايسي كابيرو وثريد كابيرو نصاحت كابيرو بهارس كابيرو ني كما ياخذك ني عافية در اخن ني جاهي در اخن ني مالي در اخن ني ارني در اخن ني سلطة در اخن ني جاهي در اخن ني وك تكسير شاخ معنا عدقين. فأما المال فأن ينفق ويتصدق ويزكي، وأفضل أنواع الإحسان بالمال الزكاة، لأن الزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، ولا يتم إسلام المرء إلا بها، وهي أحب النفقات إلى الله عز وجل، ويلي ذلك ما يجب على الإنسان من نفقة لزوجته وأمه وأبيه وذريته وإخوانه وبني إخوتي وأخواتي وأعمامي وعماتي وخالاتي إلى آخر هذا، ثم الصدقة على المساكين وغير ممن هم أهل للصدقة كطلاب العلم مثلا وما إلى آخره. ناشئين يا أخواننا وإحسان قريوغن يعني ومنها وأن تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع عليها متاع وصدقة، يعني إحسان درجاتنا قريوغن إن دليلسي جربنا النام كدو وعباد الرحمن قاية حبه وعبادة الرحمن قاية حبه مع ذل عابده هما ركناني. يا سلام، يعني درجة محسنين ودرجة بهر آكد، ودليلهم بكون السنة لد حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله عنهما ولا يكون كون إحسان لقابينه. قال بينما نحن جلوس كفينا وأنتن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول درقنهن معنا أدقن، ذات يوم اطلع علينا حواج أخديبنا رجل شديد بياد الثياب، سرني والو مرة أخو مرة والويتو شديد سواد الشعر شبكني وأرفقن مرة، لا يرى عليه أثر السفر، سفر توسنك قاست لدي ولا يعرف منا احد، لا ينلو حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم كفي الرسول قبل صلى الله عليه وسلم، فاسند ركبتيه على ركبتي لي ابراك سنين عند النبي كفي ووضع كفيه على فخذيه مقابتني ولن لكو قلنا بنا عند النيوس قمدوه معناها، وقال يا محمد ثم الشموخ يا محمد يوخى النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام دوية إسلام ورنا آكاد ولا يقول له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نان مراتب دين له وانترنوغن نحن سنين مراتب دينه سشحراه معنا هاجن، الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، نهي مرتبة لاريقن مرتبة اللي ينرى ورأيكون، قال صدقت فعجبنا له يسأل ويصدق، قال فأخبرني عن الإيمان، إيمان سدوية طيبة يخلونا إيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال صدقت، قال فأخبرني عن الإحسان، نين مرتبة نسيق ورنان قابنا خديب وقن، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال فأخبرني عن الساعة، هم بلكدو دوية الساعة بمعنى القيامة وروكد قطوغن ورحصل دوغن نبعثنا قليين قابنا وديبهم، يقولون كوخ ما المسؤول عنها بأعلم من السائلي، ننيت وانقردخ إنه وانقردخ لد زيادة إلا لا معناها جن. قال فأخبرني عن إماراتها، طيب دوية ورنقن علامات شختمة إمارات شختمة إن ساعد إن قيامة إن تنرق، يقول لنكوخ أن تلد الأمة ربتها، إن قنشينا حر كخانتيلا نمن بيس أخارتي معناها جن. أن تلد الأمة ربتها وابر أخارتين الله قناها ما قنشينا أخطو أخار سلريها
من بيت نر أختو إن جنشينت إنسان حر خانتنا لا وراء خالتين حر وراء آخر الندين معناها إن دينا جنشين أختو إن دينا من بيت أختو معناها هاجن. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. يعني إن سرن سرن رجو سرن رجو لهم شاف فرجو لهم جنوب يعني جندور يدر سور جو جلد سور جو شاف فنا وقلا قلا نين يتطاولون على البنيان عماير دي بلال دي أدوار دي قلا دي بنيسو جبر سو نين إشارات نرول دجن علامات نرول دجن دلائل نرول دجن يخص أنا جن إشارات ناو يعني قيامة وقل. قال فماذا فلبثنا مليا ففرق نقل ونين قيوخ ما فرق فلبثنا مليا شوية كافر هون شوية دنبي قدنا دنبي. فقال يا عمر أتدري من السائل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ينقو يا عمر ونقلنا ونقرر قهر الرغم يكلنكو. قلت الله ورسوله أعلم. عمر قلنا يا رخ انتير الرخ يا رسول الله أنا رلي. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. مين جبريل قن دين انت خصي علم روكم انتو أهل العلم نيو كن دين سي نسي يا حديث نيل قسم نقوله ما مراتب الدين ينوخ مراتب الدين نسي يا خوكين ينوخين إسلام دي إيمان دي إحسان دي. إسلام أركان الإسلام أنكوغن إيمانها أركان الإيمان أنكوغن إحسانها لا ركونغن لا خلق لا ريسقابني خنديبهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل وأن يهدينا إلى ما فيه خيري الدنيا وصلاحها وخيري الدنيا والآخرة صلاح الدنيا وصلاح الآخرة وحسن خاتمة والثبات على الدين وتوبة قبل الموت. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.